عسلام عسلامة 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 مرحبا بك أكثر قدموني رواحكم. باهي أنا هادي النوي جو سوي جون ساج فام اونترونور بروميير دوغري دو هاندبال وهادي زميلتي عسلامة دونك أنا جيلي هاجر جون ساج فام ميم بروميسيون. بيكم حظينا أنت من توزر. أنا من توزر. تحية لأهالي توزر الكل. وأنت منين؟ تونس. تحية لأهالي تونس الكل. قداش عندك في تونس؟ بون صافي 8 صافي 8 عام. حكيتي طويلة هي باش نقصرها شوية. أنا خاطرني نترينا سبور دونك الليسي قريت هوني ومن بعد كملت فاك هوني. كهو كملت هوني. تعرفت على صديقتك؟ بون زاد هي حكاية طويلة. أنا حكاية طويلة. أنا بنت مورنيك دونك عندنا فورميسيون نورمالمون هوني في كونسيرنون سيكسواليتي و فوالا إدوكسيون سيكسويل. تعرفنا على بعضنا في الفورميسيون هذايا. قداش عندكم توا؟ بون مانيش برشا هذيك المشكلة. سمين ثلاث سمين نعرفوا بعضنا مش برشا. علاقة جديدة على الآخر. على الآخر. ما نقولش علينا ما نعرفنا برشا نعرفوا بعضنا. شنو هكا الحاجات اللي قربتكم من بعضكم؟ اللي احنا انتيغيسي بنفس الحكاية واللي احنا معناها نخدموا في فرد حكاية نعمل في سنسيبيليزاسيون ليديوكاسيون سيكسويل على العنف على برشا حاجات. فوالا دونك احنا كلي انتيغيسي بالحاجات هذوما كي نلقاو دي فورماسيون نمشيو مع بعضنا نخدموا مع بعضنا ديجا غدوة عندنا فورماسيون. غدوة عندنا فورماسيون فوالا في مورنيك ان شاء الله كونسيرنون الفيولونس بازي سور لو جونغ والكونسونتمون. قالوا لي زاد اللي انت انستغراموس. اهم حاجه في الموضوع انك انستغرام. والله لي 12 كا مش برشا راه اكل لي صاحبتك قالت هي عادي ماني الحقيقه اي بالانستغرام اما انا نحب ماني مش عملتها خدمه ما انا نحب نعمل تصاور فيديوهات هيك كمان مش انستغرام مش كما قال ان شاء الله تولي صانعه محتوى صديقتي انا انا نحب شنو المحتوى اللي باش تقدموا في خدمتك يا مدام ان طونك كو ساج فام بيان سور على ليدوكاسيون سيكسويل برشا عباد ما يفهموش ما يعرفوش معناها ليدوكاسيون سيكسويل جمله ديجا لا بروف اللي كيف وقت جاو باش يعملوا على ليدوكاسيون سيكسويل برشا دي بارون قال لك شنو باش تعلموا صغارنا حاجات خايبين هذا هو ذاك علاش سالتك انا على المحتوى دونك قال لك باش تعلموا صغارنا حاجات خايبين اوكو في برشا فما برشا صغار ماهوش عارفين شنو اللي هي اش معناها التربيه الجنسيه بحد ذاتها لازمهم يتعلموا يعرفوا شنو هو التربيه الجنسيه يعرفوا هما شنو انت باش نجم تحترم غيرك وتفهم روحك انت شنو برشا حاجات معناها لازم يفهموا ديجا طرحناه الموضوع هذا قبل التربيه الجنسيه للاطفال شنو رايك انت هي حاجه مهمه راهي جدا اللي احنا لازمنا نعملوا حصص فيها تربيه جنسيه التربيه الجنسيه راهي فيها برشا حاجات ما احنا مثلا غدوه باش نعملوا على العنف فما العنف بالحق فما برشا في تونس واحنا مانيش واعيين بيه وفما عباد يخافوا ولا يحشموا باش يمشيو يشكيو ولا باش يمشيو يقولوا دونك لازمنا بالحق معناها نوعيو صغارنا باش ما نخليوهمش مش نخرجوش جيل خايب جيل عنيف ما يقدرش ما يحترمش ديك هو اللي شنو اللي صاير دونك لازمها بالحق نعملوا دي فورماسيون برشا زاده باش نوعيو العباد ويفهموا مش معناها التربيه الجنسيه ولا. كان جاء فما تربية جنسية بتبيعها في الدراسة متاعنا في تونس أنا هو العمر اللي يبدأ منه صغير يقرأ في المادة هذه بون ماما من وجات تحطرا البروغرام سامحني ندير قصة عليك تحطنا ماما في البروغرام جوست قاعدين نبداو في معناها نبداو فيها بشوية بشوية دونك أبارتيغ من البروميييغ أني معناها سنة أولى ابتدائي أي سنة أولى ابتدائي دونك تحط البروغرام ندرسوه بالكدا المحتوى شنو فيه سولون سولون لاج معناها كل لاج وعنده ليدوكاسيون سيكسويل سبيسيفيك معناها مش تقدر تفهم معناها أنت العبد هذاك شنو هو بدنه أنت منش متكون شنو الحاجات اللي لازمك تعمل حاجات ما تنجمش تعملهم تبدا بشوية بشوية يفسروا لي وأنت وين عمال وين تكبر مش كيف تفسر أنت طفل عمره 6 سنين ولا 7 سنين مش كيف تنجم تفسر الطفل مثلا معناها كبير ادولت تفرق انت كيفاش باش تفسره دونك هذيك ما يعرفش ما هذيك يعرف حاجات انت تفسر له الحاجات اللي يعرفهم هذوكم كيفاش تنجم توظفهم خاطر احنا معناها ما شاء الله داخلين في مونتاليتي اوروبيان دونك قاعدين برشا حاجه اخرى حاجات. الولي اليوم يدخل بعض وكيجي صغير ويساله سؤال في امور جنسيه معناها اي هو ما لازمكش ما يعرفش يجاوبه سعيد احنا ذيك المشكله مانيش عارفين نوصلوا المعلومه لصغارنا لازمنا نوصلوا المعلومه ولازمنا نحكيوا في السوجي هذا خاطر ماهيش حاجه تحشم بها معناها بالعكس لازمك تفسر لصغيرك وتقول له فاسون سامبل وباهيه باش انت تنجم باش ما يمشيش هو يجربها بالهكا بالسرقه عليك وما نعرفش انا يولي يوظفها في حاجات خايبه اخرين اوكي انت كنت تنجم تلقى في الموضوع من الاول
وتنجم تفسره له فاصون باهيه وتقول له عايش ولدي راهي هذه هكا وتعمل هكا وهكا وهكا وراه باش يجي وقت هكا وهكا وفات الحكايه. اما انت كي تخبى عليه وتقول له ليه والموضوع هذاك ما يتقلش وما يتحكيش وعيب عليك وبوك يولي هو بالسرقه يعمل عليه ويولي اصلا يولي في متاهات اخرى وحاجات اخرين فهمت يعني هو يعمل في ريشيرش وحده أبار شيرش واحد يولي يغلط في برشا حاجات. أنت كنت تنجم تهزه في الثنية صحيحة معني أنت كنت تنجم توصله في الثنية البيئة تقول له راهو هذيك هكا وهكا وهكا وراهو تتعمل في الوقت هكا وهكا وهكا أنت ماكش باش تقول له باش يمشي يعمل ريشيرش عليه وفيديوهات وتصور يمشي أصحابه وأصحابه وهكا وهكا تولي هذيك حاجة خايبة فهمت. دونك مهمة جدا اللي احنا قبل ما نوعيو صغارنا لازم نوعيو لي باغون راهو مش حاجة اسكت ما تحكيش لازمك تحكي فيها الحاجة هذيك. عندنا لليوم الحكاية هذي برشا برشا موجودة الحاجة هذي احنا لازمنا نحكيو لازم لي باغون بالحق معناها ماهيش حشمة راه ماهيش حشمه كان تحكيوا على الدين راهي موجوده في الدين يعني حقيقه في الدين معناها حتى في في في, في دنيتنا لازمنا نفسروا للصغار معناها ما فيهاش حشمه لازمك تفسر للصغار وتوعيهم وتقول لهم الحاجات هذوك سينو هما ماهوش باش يستمتعوا معناها باش يعيشوا باش يفسدوا باش يزيدوا معناها يجي لي يولي هكا اكثر من هكا معناها قراب اكثر من هكا حسيتوا شنو رايك في شنو بالضبط في الادوكاسيون نحكيوا فيه ولا بون كونسيرنون الادوكاسيون سيكسويل ديما نبعدوا على في خاطر فما بارتي نتاع اج معين في البوبرتي والا في الادولت وجان ادولت تحسوا قاعد يبراتيكي في الريلاسيون سيكسويل بار كوريوزيتي جوست يحب يعرف معناها هيك شنو وكا هاو حتنا احنا من الصغر ما تعلمناش انه هيك تجي وهيك ما تجيش وما تخليش يمسك من البارتي هيك ومن البارتي دونك انت لازم تعلمه من الصغر خاطر كثر التحرش في بلادنا مش نورمال من بوه من يعني تلقى ساعات امه وبوه اخته معناها عمه وخاله دونك ما عادش تلقى حتى لمين معناها باش تخليه في في حتى في روضه دونك امه تعرف انت شنو يعمل شنو ما يعملش شنو هذيك اصلا معناها نجم يحسها حاجه عاديه طول هو ما يعرفش اللي هو تحرش لازم البروغرام تاع ليدوكاسيون سيكسويل كومبليت يدخل في المنظومه التربويه نتاعنا وي لازم انا مثلا انا وصغيره قريتها الحقيقه معني انا من نوفيماني دخلوا في توصل دخلنا قريناها برشا قلنا في نوفيماني قرينا معني جاتنا ساج فام قرت هنا جاتنا ساج فام تربيه جنسيه شامله قرت هنا فسرت لنا شنو وفسرت لنا لي انفيكسيون سيكسويلمون ترانسميسيبل فسرت لنا برشا حاجات الكونتراسيبسيون كيفاش لي بريفونسيون معني فسرت لنا كوم يلفو في تونس الحقيقة مش كلي برشا موجودة أنا في توزر مثلا الحقيقة قريتها أنا في توزر قريتها التفسير ماهوش واضح فسرت لنا كيفاش وكي تغلط شنو تعمل وكيفاش تمشي وفما حاجة اسمها تنظيم العائلة فما حدا اسمها مستوصف معناها مشكل أنت غروسيسك أهو معناها راك بريزون شارج ملي أنت صغيرة حتى للمينوبوز معناها التفسير بالحق فسرونا فسرونا أوكي أصحابي مثلا اللي يقراوا معايا معناها كي نسألهم إسكو أنتم قريتوا ولا يقولوا لي لا ما قريناهمش الحاجات هذوما فهمت حاجة أخرى أنا نتصور الجيل الصاعد فاهم كل شيء يعني يعرف وفاهم كل شيء مي خو لي انفورماسيون غالطين ماهمش دو سورس سيانتيفيك دونك سي نورمال تلقى لي سورس نتاعهم الكل غالطين دونك لي انفورماسيون اللي عندهم غالطين تدخل على الانترنت ولا تفرج في لي فيلم بورنو دونك باش تلقى يتلقى فيولونس تلقى ديزاكت غالطين دونك باش تاخذ لي انفورماسيون فاصون غالط باش تعملها فاس اون بلوس باش تعدي ميساج غالط واخيب حاجه انك تاخذ ميساج غلط ما انت اسهل لك انك تعطي انفورماسيون صحيحه اسهل برشا منك تصلح انفورماسيون غلطه دونك معناها توقعت انه الولي توا في الوقت هذايا يتحاور مع صغير ونجم يحكي معاه في موضوع هكا مش كيما قبل قبل ما هي قبل فما صعب توا فما تساهل معناها في الحالتين فما حاجه خايبه فما حاجه غلطه لك انت تصعب معناها تشد وما تخليش يعمل اللي حاجته اللي يحب عليه وتو تخليه يعمل اللي يحب عليه مش هكاك فما شويه هكا لازمك تكبس وترخف لازمك تفسر وتقول وتقول له اعمل ما تعملش اما انك انت تسيبه يعمل اللي يحب عليه زاد غلط قراب بالحق فما معلومات قاعدين يتعديوا غلطين قاعدين يتواصلوا المعلومات ونعمل هذيك يقول هذيك هذيك يقول هذيك دونك قاعدين نوصلوا الحاجه خايبه وغراف معناها على الاخر زاده لازمنا بالرسمي توعيه توعيه معناها ولازمنا نفسروا للعبيد اللي راهو حاجه هذيك ما لازمش تصير ميرسي البنات يعطيكم الصحه مرحبا بك عايشه